نسمعوا سيدة سهام عبيد موسيقى الانشطه بالمؤسسه. كيف كتشوفوا الاستعدادات كانت في ظرف وجيز، ما كانش عندنا وقت كبير باش نستعدوا، ومع ذلك تبارك الله التلامذ جاوبوا معنا لان عندهم الحس البيئي. حنا كنربيهم على هذه المسائل هذه منذ بدايه السنه ومنذ انشاء الزرقطوني، وحنا كنغرسوا فيهم روح المسؤوليه البيئيه. إذا ما لقيناش معاهم مشكل، شفتوا التلاميذ بطلاقة لغوية، تلاميذ في الأنشطة بدعوا تبارك الله عليهم، كانت إبداعات، وأيضا المدارس المشاركة تنوعت الإبداعات، ولكن دائما كيبقى الهدف واحد وهو طبعا المحافظة على البيئة وحمايتها.